أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع عدد من رؤساء وزعماء وقادة دول عربية للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تمنى فيه الجانبان أن يعيد الله تعالى على البلدين والأمتين العربية والإسلامية هذه الأيام المباركة بالأمن والاستقرار والرخاء. كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،